يا شباب، هذا نيسان البيع موديل 2015، يبغى رعيب 20,000 ماشي، بس يباله هسه ما داخل. شوف كيف ما يباله وايد، قال سكان طبلون مسجل، بس ان شاء الله الامور طيبة. واني بس ماكينة يبغى تعديل شوية، حك بلومي الماكينة، موتر صاحي ما في شيء، موتر جديد هو، تواري داد بعد عليه، موتر نظيف ما يبالغ 20,000، رخيص صراحة. أنا أشوفه رخيص، اللي حاب أبوي يتواصل وياي. موتر ما عليه أي كلام، السماعة موجودة مال التلفزيون الخلفي موجودة، يبغى التلفزيون بعد وراء. أمور طيبة إن شاء الله.